حقيقة هناك بعض المحاولات لكنها ما زالت دون مستوى مسرحنا الذي كان يعد مرجعا في المغرب العربي. اعترفت لجنة التحكيم بصعوبة مهمتها علنا مساء أمس في أمسية اختتام فعاليات المهرجان الوطني التاسع للمسرح المحترف. 17 عرضاً لم ترقى للمستوى المطلوب بالنظر للإمكانيات التي وفرتها وزارة الثقافة للمسارح الجهوية. ما نقولوش الرداء، قلت المستويات. كاين مستوى يعني تاع كاين مستويات، كاين المحترفين، كاين اللي عندهم الحق انهم يطلعوا على الخشبه الوطنيه، وكاين كعروض يعني على اي اساس لو تقيمي المستوى؟ لو قيمه اساسا ما تكونش في المهرجان. اللجنه حجبت جائزه احسن عرض مسرحي متكامل لاول مره، فيما عادت جائزة أحسن إخراج مسرحي لحسان بوبريوة عن مسرحيته المذبحة للمسرح الجهوي لسكيكدا، ووقع سفيان عطية حضوره بافتكاكه جائزة أحسن نص مسرحي عن نصه ليلة إعدام. بصراحة كانوا مأمنين به، كنا حتى التدريبات كانت وكأنها عرض، يعني كانوا يتعبوا درجة كبيرة جدا. نشكرهم بالمناسبة جميع الممثلين اللي خدموا معنا، ونشكر لجنة التحكيم اللي دارت الثقة في هذا الفن، هذا اللي هو فن الكوريغرافيا. المسرح الجهوي لباتنا تمكن من الظفر بثلاث جوائز كاملة عن عرضه ليلة غضب، فيما فاز المسرح الجهوي لقالما بجائزة أحسن أداء نسوي. والله كانت نقطة يعني في بحر ما شعرت به أثناء العرض، أثناء يعني جست مباشرة بعد العرض، يعني هذاك التقبل اللي تلقيته من الجمهور والفرحة اللي حسيتها في عينيهم هما يهنئوني بالدور تاعي، هذاك هو أثمن تتويج لقلبي. فرحة التتويج هذه لم تمنع بعض المسرحيين من الطعن في مصداقية لجنة التحكيم والتحدث عن رداءة العروض المشاركة. راكم شفتوا الببليك كيفاش صفق كي قالوا نحجبوا جائزة أحسن عرض مسرحي، لأنه بكل بساطة المستوى تدنى. دوكا بصح الإشكالية علاه المستوى تدنى؟ رغم الانتقادات التي تعرض ويتعرض لها المهرجان، هو فرصة سنوية وحيدة لالتقاء أهل الفن الرابع في الجزائر.